شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، والتي تضم عددا من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وعدد من الإعلاميين. بدأ الاحتفال بتقديم عرض رياضي بمجموعات من الطلبة المستجدين، تضمن تمرينات رياضية أساسية وغير نمطية وتمرينات باستخدام السلاح الشخصي، أظهر مدى ما يتمتعون به من كفاءة بدنية عالية. واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبه خلال فترة الإعداد العسكري من مهارات الاشتباك والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس. كما قدموا عرضا للرماية من أوضاع مبتكرة تم تدريب الطلبة المستجدين عليها خلال فترة الإعداد العسكري. عقبه قيام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 119 حربية بأجسادهم، وقدمت مجموعات من الطلبة عرضا لاجتياز الموانع بأشكالها المختلفة تعكس مدى ما يتمتعون به من لياقة بدنية عالية. كما قدموا عرضا للمهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة عكس المستوى المتميز للطلبة. تلا ذلك عرضا لمهارات التعليم الأولي باستخدام السلاح. وعرضا للموسيقات العسكرية. واختتم الاحتفال بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، يتقدمهم حملة الأعلام. وفي ختام طابور العرض العسكري نفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضا للفروسية، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري، كما تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديرا لتفوقهم خلال فترة الإعداد العسكري. وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء واللامحدود للنهوض والتقدم بالعملية التعليمية وجميع النواحي الفنية والإدارية داخل جميع كليات الأكاديمية. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد، موجها الشكر لأسر الطلبة على الجهد المبذول في تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة للشعب المصري العظيم. وأوصى الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية واستعدادهم القتالي والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم.